بعد أن كان على وشك التحول إلى سلطة تمنح الشرعية لمن لا يملكها، مثل قرار نقله إرباكا آخر في صف تحالف الانقلاب. مجلس النواب، السلطة التشريعية التي ظل يلوح بورقتها لفترة طويلة من الزمن، كان آخرها محاولة منح شرعية لما سمي مجلسا سياسيا، وهو الإجراء الأحادي الذي شكله كل من صالح والحوثيين، والذي تم من خلاله اتخاذ قرارات انفرادية وإعلان تشكيل حكومة في صنعاء. البرلمان الذي تم نقل جلساته إلى العاصمة المؤقتة عدن وفق قرار سابق أصدره الرئيس هادي، سيمارس أعماله التشريعية والرقابية في الأيام القليلة المقبلة. هذا ما أكده نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي. عودة البرلمان كان يجرى الترتيب لها منذ فترة طويلة، كون ما كان يعقد في صنعاء من جلسات لم تكن منسجمة مع الدستور واللوائح الناظمة للمجلس، وهو الأمر الذي أكد عليه برلمانيون وأعضاء في الكتل السياسية المختلفة. عضو مجلس النواب رئيس كتلة التنظيم الوحدوي الناصري سلطان العتواني أكد قرب اكتمال النصاب، كما شدد على ضرورة توفر شروط موضوعية لانعقاد المجلس، أهمها الشق الأمني والتجهيزات اللوجستية لكي تستأنف الجلسات في عدن. مرة أخرى إذن يتم سحب البساط من تحت أقدام تحالف الانقلاب، التحالف الذي عمل على استغلال وجود كل مؤسسات الدولة في صنعاء، والتي كان آخرها مجلس النواب الذي انعقد بأقل من النصاب القانوني لتأييد خياراتهم الانفرادية.